قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة لتدمر معها مؤسسات الجمهورية الخامسة في فرنسا إن توصلت الاحتجاجات الرافضة لتمرير إصلاح نظام التقاعد. المعارضة أكدت استمرارها في اتباع كل الطرق لإسقاط قانون التقاعد ومعه الحكومة بعد أن أخفق نوابها في الجمعية الوطنية الفرنسية في حجب الثقة عن حكومة إليزابيث بيرن، حيث أعلن رئيس الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيت عن فشلها. الأغلبية المطلوبة للتصويت بحجب الثقة هي 287، بما أنه لم يتم الوصول إلى الأغلبية المطلوبة فلم يتم اعتماد اقتراح سحب الثقة. أما المحامية ماتيلد بانو من حزب فرنسا الأبية فوصفت الحكومة بالميتة. احتجنا فقط إلى 9 أصوات لحجب الثقة وكسر هذه الحكومة وإصلاحها. الحكومة ميتة بالفعل في أعين الشعب الفرنسي ولم تعد تتمتع بالشرعية. اتهامات بالبؤس المعنوي والسياسي وعدم امتلاك الشرعية الشعبية ولا النيابية يواجهها الرئيس الفرنسي الذي بات مستقبله على المحك. اتهامات قد تدخل البلاد في أزمة حكم هي الأولى في تاريخ فرنسا. مارين لوبان زعيمة أقصى اليسار كان لها رأي آخر، حيث اتهمت الرئيس إيمانويل ماكرون بالفشل الذريع وبأن سياسته ستساهم في تمزيق الدولة الفرنسية. صحيفة لوبينيون محسوبة على الليبراليين في فرنسا أكدت أن الأزمة قد تتفاقم والحكومة ستتعرض لخسائر كبيرة وهي تخوض معركة إصلاح نظام التقاعد. أما صحيفة لومانيتي المحسوبة على أقصى اليسار فأشارت إلى وضع لا يحتمل وحالة من الانهيار في قواعد الحكومة الفرنسية. مراقبون للتطورات الحاصلة أكدوا أن استعمال منطق القوة في تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد سيؤدي لإغراق البلاد في المزيد من الفوضى.